أذن هذا العام في الناس بالحج لكنهم لم يأتوا من كل فج عميق. فالسعودية حاضنة قبلة المسلمين قررت منفردة ومن دون مشاورة دول إسلامية أخرى على قاعدة وأمرهم شورى بينهم أن يكون أداء الشعائر لهذا العام حكرا على مواطنيها وعلى عدد من المقيمين فيها. قد لا يختلف اثنان على صواب القرار السعودي في زمن جائحة كورونا. في الظاهر تبدو المملكة حريصة على أرواح مسلمي الأرض وعلى عدم انتشار الوباء، ولكن في بواطن الأمور تتفشى عاما بعد آخر جائحة تفردها في قرار يخص جمع المسلمين. منذ تأسيس المملكة مثل الحج ورقة رابحة في جيبها وأهم عناصر علاقاتها مع جيرانها ونظيراتها في العالم الإسلامي. قد تتشاور الرياض مع مؤسسات ودول خارجية بشأن إجراءات السلامة المتعلقة بالحج، لكنها لا تسمح أبدا لدولة إسلامية بالاقتراب، حتى دول مجلس التعاون الخليجي لا تجرؤ على التعدي على هذا الدور المحتكر. فتلك حدودي، تقول السعودية، وإياكم أن تقربوها. تسييس الحج والتفرد بالقرار تهم توجه إلى الرياض منذ ما قبل كورونا، فهي تحرم خصومها والمناهضين لسياساتها تأشيرات الحج أو تقننها. في المقابل تجامل أصدقائها بمنحهم التأشيرات والدعوات بالجملة لشخصيات سياسية وإعلامية. التوظيف السعودي لورقة الحج في البازار السياسي دفع البعض إلى المطالبة بإشراك المؤسسات والحكومات الإسلامية في إدارة مناسك الحج، وهذا ربما يكون مفيدا للسعودية نفسها ويخفف عنها أعباء توفير الأمن للحجاج وتفادي وقوع أحداث طاولت عبر السنوات الماضية الكثيرين منهم، ويضع حدا لاحتكار حول فريضة دينية إلى ورقة ابتزاز ومساومة.